السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية نهج المعرفة، وفي درس جديد مكون القراءة بالنسبة للسنة الأولى إعدادي فرنسية. الصفحة اللي غادي نخدموا اليوم هي الصفحة 115، الصفحة 116 والصفحة 117. دونك لا ليكتور ايدونتيفي ان بورتري فيزيك، يعني أننا غادي نحدوا الوصف الجسدي ديال شي شخصية. كنا عارفين انه الوصف كينقسم ليا ثلاثه الاقسام، كاين لو بورتري فيزيك الوصف الجسدي، كاين لو بورتري مورال اللي كنوصف به الشخصيه كيفاش دايره، واخيرا كاين لو بورتري فيستيمونتير يعني كنوصف الملابس ديال داك الشخصيه. في الدرس ديال اليوم حنا غادي نقراو غير لو بورتري فيزيك. دونك عندنا هنا واحد النص، قبل ما نشوف النص عندنا جوج تصاور. عندنا بالنسبه للصوره الاولى كتمثل ليا الشعيبيه طلال، الصورة الثانية كتمثل ليا السيد محمد حسن الجندي. دونك دابا غادي ندوزو نقراو النص، نشرحوه بالعربية وغادي نجاوبو على لي كيسيون. نو لافيون غوماركي اون اونترون ا بوسعدة. بوسعدة هي واحد المدينة كاينة في الجزائر. نو لافيون غوماركي اون اونترون ا بوسعدة يعني لاحظناها وحنا داخلين الى مدينة بوسعدة. الوغ او لو كوشي دي سولي بوز، يعني في الوقت اللي بدا كيبان الغروب ديال الشمس. سيغ لا مونطان لا بلي بروش، يعني فوق الجبل اللي كان قريب. ان كولور دان فيولي سودا، واحد اللون بدا كيبان بنفسجي ديال غروب الشمس. لا بوتيت في سوتوني اسي كونتر ان مير دارجيل كرو، يعني هذيك الفتاة الصغيرة كانت كتجلس من ورا واحد الحيط اللي مبني من التراب. ال بوفي كونتي 5 ans داج، يعني كان عندها حوالي تقريبا 5 سنوات. اي ريسبلونديسي دو كوكوتوري ميلانكوليك، وكان كيبان عليها انها حزينه ومحبطه. سيشوفيل دو بيش، يعني الكاحلين ديالها او لا الجهه السفليه من الارجل ديالها كانوا كيشبهوا الارجل ديال الغزاله. كخوازي يعني كانت فيهم واحد العلامه ديال اكس. جوي دون دي خلخال دارجون غروسي، وكانت كتلعب بواحد الخلخال اللي كان مصنوع من الفضة وكان كبير. عندكم هنايا الصورة ديال الخلخال، تشوفوا كيفاش داير. هو هذا اسيبغا تانتي دي فيس اون تورساد دو ميتال، يعني وفي اليدين ديالها كانت كتلبس واحد الاساور اللي ملتوية وكانت مصنوعة من المعدن. الافي دو غون سورسيل دي موزيغي بان اون نوار فيف سيغ سون فرون، يعني الحجبان ديالها كانوا كبار وكانوا مرسومين بالاسود الداكن فوق الجبهه ديالها. دي زيو بروفون، وكان عندها عيون عميقه. اونتر سيسيل اي بي اي ان بوش فيير او ليفر بيان ديسيني، وكانوا عندها عيون عميقه ما بين الرموش السميكه ديالها، وكان عندها فم لامع وشفاه مرسومه بشكل جيد. Une étoile bleue marquait chacune de ses pommettes rondes et une flèche bleue divisait son menton. يعني كانت عندها واحد النجمة زرقاء كانت كتعلم الخدود ديالها في الخدين بجوج. هادوك الخدود كيفاش كانوا دايرين؟ كانوا سوسون دي بوميت روند، كانوا خدود دائريتين، وكان واحد السهم حتى هو مرسوم بالازرق كيقسم ليها الذقن ديالها. Un tissu déchiré et rougeâtre tordait sur les cheveux. Laissez voir de minuscules tresses poussiéreuses arrondies sur l'oreille en cornes de bélier. يعني كانت كتاخذ واحد القماش او ثوب احمر مقطع كديرو على شعرها، وتحت داك القماش كان كيبان الضفيره ديالها اللي كانت دايرها لشعرها، وكانت مدوراهم على الاذنين ديالها وكانوا كيبان بحال القرون ديال شي خروف. سيزابي اون لومبو ليسي باغيتغ سون ميغ كور، يعني الحوايج ديالها اللي كانوا مقطعين كانوا كيبينوا ان الجسم ديالها عباره عن جسم نحيف. سي بوتي بي ايتي انكروتي بار لا فاس دي غيسو اي سيما ايتي بروني او هيني، يعني الارجل ديالها كانوا عامرين بالتراب واليدين كانوا منقوشين بالحناء. دونك من بعد ما قرينا النص وجرحناه بالعربيه، دابا غادي ندوزو للصفحه 116 باش نبداو نجاوبوا على الاسئله. بالنسبه للسؤال الاول، جو سيت لي تخي فيزيك دومينون دو دو بورتري سيتوس، يعني غنستخرج الوصف الجسدي اللي كيبان لك انت في هذوك لي دو بورتري، في هذوك جوج تصاور.
غادي نبداو لو بورتري دو فو شعيبية طلال وغادي ندوزو لو بورتري دو فو محمد حسن الجندي. بالنسبة للوصف ديال شعيبية طلال، دونك شعيبية طلال elle avait un visage ovale، عندها واحد الوجه دائري، دي سورسيل اركي، الحاجبين ديالها مقوسين، ان ني بلا وانف مسطح، اي دي شوفو نوار. وبالنسبه للشعر ديالها عباره عن شعر اسود. اما بالنسبه لمحمد حسن الجندي عنده ان فيزاج اوفال، حتى هو عنده وجه دائري، ان فرون فيدي، عنده واحد الجبهه مجعده، ان مونطون باربي يعني دقن ملتحي، الدقن ديالو فيه اللحيه، اي دي شوفو غري، والشعر ديالو كان باللون الرمادي. بالنسبه للسؤال الثاني، جو شوازي لين دي دو بيرسوناج اي جو في سون بورتري فيزيك سولون لوردر بروبوزي، يعني غادي نختار واحد من هادوك جوج شخصيات وغادي نجبد ليه الوصف الجسدي ديالو انطلاقا على هاد الترتيب اللي عاطيني هما. دونك هو هذا السؤال. بالنسبه للسؤال الثاني، لا بيرسوناليتي شوازي، اختارينا شعيبيه طلال، سون فيزاج اوفال بالعربيه بيضاوي، سي شوفو سون نوار يعني شعرها كان اسود، لو فرون بلا الجبهه ديالها كانت مسطحه، لي سورسيل اركي يعني الحاجبين كانوا مقوسين، لي زيو انفونسي يعني العينين ديالها كان عندهم واحد اللون غامق، سون ني اي بلا حتى الانف ديالها مسطح، سي بومات يعني الخدود ديالها اولا الوجنتين، جوفلو يعني كانوا ممتلئه اولا منتفخه. بالنسبه للو مونطون ايغرو يعني الدقن ديالها كان كبير. السؤال رقم 3، جولي لو تيكست اي جو شيرش دون ان ديكسيونير لو سونس دي مو سويفون، يعني غادي نقرا النص وهاد الكلمات اللي عندي هنايا غادي نقلب على المعاني ديالهم دون ان ديكسيونير. دونك السؤال رقم 3، الكلمه الاولى هي كوكوتوري بمعنى اتيغي لاتونسيو يعني اثاره الانتباه او لا جذب الانتباه، غروسيي كيني با ديليكا يعني العكس ديال صغير يعني اي حاجه كتكون كبيره، لي تريس ان اسامبلاج دو بوتي كوردون دو شوفو، لي تريس هما الضفائر او لكن كيف ما كنسميو حنا بالدارجه الضفيره اللي كيديروها البنات، مهم كيتسموا لي تريس. اما بالنسبه للي لومبو سي تان مورسو دي نيطوف ديشيغي، هو واحد القطعه من الثوب تيكون مقطع. غادي نجيو دابا للسؤال الرابع، جو ديغاج لو بيرسوناج ديكري، يعني غادي نستخرج شكون هو الشخصيه اللي وصفناها في هذاك النص. الشخصيه اللي وصفناها في هذاك النص سي لا في دوبو سعده، هي الفتاه ديال بوسعده، يعني واحد الفتاه من مدينه بوسعده الجزائريه. سؤال رقم 5، جو غوليف لو ليو اي لو مومون دو لا ديسكريبسيون، غادي نلاحظ المكان والزمان ديال الوصف. فبالنسبه لو ليو سي لا في دو بوسعده، يعني المكان هي مدينه بوسعده، اما لو مومون سي او كوشي دي سولي يعني وقت غروب الشمس. السؤال رقم 6، جونتور دون لو تيكست لو فيرب دو بيرسيبسيون كي انونس لا ديسكريبسيون، يعني غادي ندير واحد الدائره في النص على الفعل ديال الرؤيه اللي كيبدا ليا الوصف. دونك لو فيرب دو بيرسيبسيون اي افيون غوماركي، غتمشيو للنص غتجبدو هاد افيون غوماركي وغديرو عليها دائره. بالنسبه للسؤال السابع، جو نوت لي زانفورماسيون كي كونسيرن سو بيرسوناج، يعني غادي نجبد المعلومات اللي كيتعلقوا بهاد الشخصيه هذه اللي قلنا دابا لا في دو بوسعده، اشنا هو لو سيكس يعني النوع ديالها، واش راجل او امراه، واشنا هو لاج ديالها. دونك السؤال رقم 7، سيتين في عندها 5 ans. السؤال رقم 8، جو غولي لو تيكست يعني غادي نعاود نقرا النص، بوي جو كومبليت لو طابلو سويفون، ومن بعد غادي نكمل هاد الجدول هذا. هاد الجدول عندي فيه لو بورتري فيزيك، يعني غادي نوصف الوصف الجسدي. هنا بارتي دي كور ديكريت، يعني اش من جزء من الجسم غادي نوصفه، وهنايا عندنا لو كاركتيريزون ايتيليزي، يعني اش مستعملنا باش نوصفو هذاك الجزء من الجسم. دونك هنايا
بالنسبة للبخومية بارتي عندي لشوفيل، يعني الكاحلين ديالها أو الجهة السفلية من الأرجل، كيف ما قلنا باش وصفناها أنها دوبيش، يعني كتشبه الأرجل ديال الغزالة. بالنسبة للسورسيل كانوا غران كبار، دي ميزوري وغلاط الحاجبين، لي سيل الرموش كانوا إيبي سميكين. أما بالنسبة للبوش الفم كان فيغ. ندوزو دابا السؤال رقم 9. Je précise si l'impression qui se dégage de ce portrait est positive ou négative. يعني غادي نحدد انه هذا الانطباع اللي استخرجناه ديال هذا البورتري هذا واش هو انطباع ايجابي او انطباع سلبي. هذه بالنسبه لأ. اما بالنسبه للبي، جو غوليف دون لو تيكست لي مو او لي اكسبرسيون كي لو مونتر، يعني غادي نلاحظ في النص الكلمات او العبارات اللي كيبينوا ليا هذا البورتري واش عنده امبريسيون بوزيتيف او لا نيجاتيف. دونك السؤال رقم 9 هو هذا. بالنسبه لأ، لامبريسيون اي بوزيتيف، يعني عندنا واحد الانطباع ايجابي على هذا البورتري هذا. اما بالنسبه للبي، لي مو كي لو مونتر سو، يعني الكلمات اللي كيبينوا لي بانه هاد لامبريسيون اي بوزيتيف هما هادو: بيان ديسيني مرسومه بشكل جيد، دوبيش الغزاله، اي فيغ. اما بالنسبه للسؤال 10 فهو قال لك بانه خاصك تقرا ليا النص واحد القراءه معبره. ندوزو دابا لجو مونتخيم. السؤال الاول: كيل اي لامبرسيون كي سو ديغاج دي بورتري دو الشعيبيه اي ديال الجندي، يعني اشنو هو الانطباع اللي استخرجناه من لي بورتري ديال الشعيبيه وديال الجندي. دونك السؤال الاول هو هذا ديال جو مونتخيم: لامبرسيون كي سو ديغاج دي بورتري اي بوزيتيف، يعني حتى الانطباع اللي استخرجناه من هاد لي دو بورتري حتى هو كان انطباع ايجابي. لوكال دي بورتري فو باريزيل لو بلي اكسبريسيف دي دو بيرسوناليتي ماروكان او دو لافيات ديس بوركو، يعني اين بورتري كان تيبان لك معبر اكثر؟ واش ديال هادو جوج تصاور ديال الشعيبيه طلال والجندي، ولا ديال هذيك البنت الجزائريه؟ غتختار واحده منهم وغتقول ليا وتقول ليا علاش. دونك حنا اختارينا لي دو بيرسوناليتي ماروكان كار اون بوتو روغاردي سيغ ليماج سون ايماجيني لي بيرسون، لحقاش كنشوفوهم في التصاور وكنشوف الوصف ديالهم ماشي بحال الفتاة اللي كاينة في النص كنبقاو غير نتخيلوها. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني ديال جو مونتخيل. جو ريانفيستي جو في لو بورتخي دو ماري كوري اون تخوا فراز سولون لي ستريكسيغ سويفون، يعني غادي ندير واحد لو بورتخي ديال هاد ماري كوري هادي واحد العالمة، يعني انطلاقا من هاد لا ستركتور في الاول في ا، غادي نصايب واحد الجملة فيها ال زائد فيرب اتر في لامبارفي، وغندير واحد لاجيكتيف اللي غادي نوصف به، و بي غادي ندير ثاني ال برونو بيرسونيل، لو فيرب افواغ ا لامبارفي غادي نزيد عليه اسم، عاد نزيد عليه ان اجيكتيف. بالنسبة لجوغي انفيستي السؤال الاول ال ا، غتنقدر نقولو اليتي سيونتيفيك، وبالنسبه للبي ال افي 3 سور. هذا بالنسبه للسؤال الاول ديال جوغي انفيستي. السؤال الثاني ديال جو مونتخيل قال لك بوكو دو بينتر اون في دي بورتري كي سون ديفوني سيليبر، جو في دي ريشيرش سور سارتان دونتر او بور بروندر كونيسونس دو لور طابلو، فواسي ليكزومبل لو بلي كوني، يعني قالك بزاف ديال الفنانين او الرسامين رسموا لوحات اللي ولاو مشهورين، غادي ندير ابحاث على بعض هاد اللوحات هذه باش ناخذ عليهم فكره، وهذه لوحه من بين اللوحات المشهورين ديال الموناليزا. دونك نتوما غادي تحاولوا تقلبوا في الانترنت على اي لوحه كيف ما كانت، غتجبدوا السميه ديال الرسام ديالها وشي معلومات خفيفه عليها، وهذا ما كان. دونك الى هنا كينتهي الدرس ديال اليوم، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، ما تنسوش انكم تدعمونا بالاشتراك، الهدف ديالنا اللي جاي هو اننا نوصلوا ل 20000 مشترك، ما تنسوش تخليوا التعليق ديالكم وتضغطوا على زر الاعجاب. الى اللقاء.